نيابة عن السيد المدير العام للأمن الوطني، أعلن رسميا تنصيب العميد الأول للشرطة مساء بإس محمد رئيسا لأمن ولاية تسمسيلت، مع التمني له بالتوفيق في مهامه الجديدة. فرصة لأذكركم بأن تقفوا وقفة رجل واحد مع الأخ والصديق رئيس أمن ولاية مساء بإس محمد، وأن تخلصوا له في عملكم في أقوالكم. وأعاهد الله وأعاهد القيادة العليا للمديرية العامة للأمن الوطني التي منحتني هذه الثقة وزكتني لهذا المنصب الذي هو تكليف وليس تشريف، أنني لن أدخر أي جهد في خدمة الوطن والمواطن.